عودة مشاهدينا لموضوع التقلبات الجوية. معنا المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأستاذ حسين القحطاني. أستاذ حسين أهلا بك معنا في مساء الوطن. بشكل عام هل تطلعنا عن توقعاتكم لحالة الطقس في المملكة وما نشهده الأيام هذه من تقلبات جوية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أود أن أشير إلى أن أجواء المملكة تدخل في حالة عدم استقرار منذ الأسبوع الماضي. هذه الحالة هي نتاج لتأثير منخفض السودان وأيضا جبهة هوائية باردة قادمة من حوض البحر الأبيض المتوسط، ساهمت بشكل كبير في تكون السحب الركامية الرعدية الممطرة الأسبوع الماضي، وهذا الأسبوع امتدادا أيضا لتأثير ذلك المنخفض فرصة لتكون السحب الركامية الرعدية الممطرة على مجمل مناطق المملكة، خاصة المناطق الشرقية والشمالية الشرقية التي ستتأثر اليوم وغدا بمشيئة الله، ابتداء برياح نشطة مثيرة للأتربة تحد من مدى الرؤية، بالإضافة إلى أمطار من خفيفة إلى متوسطة وفي بعض المناطق تصل إلى غزيرة. يوم الجمعة والسبت يبقى تأثير هذه الحالة على المدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة تشمل السواحل منها، والفرصة مهيئة لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة. مجمل الحالة قد نتأثر بأمطار ما بين 15 إلى 40 مليمتر، وهي أمطار تعد متوسطة إلى غزيرة. حالة عدم الاستقرار واردة هذا الأسبوع على أجواء المملكة، والرئاسة بدورها تقوم بمراقبة الحالة عبر رادارات الطقس وصور الأقمار الصناعية، وتعلن للجهات ذات الاختصاص وتمرر المعلومات أولا بأول للتعامل مع الحالة. طيب، يعني بشكل عام خلال هذه الأيام القليلة سوف نشهد ابتداء من يوم الخميس أمطار، وأيضا راح يكون في رياح تحد من مدى الرؤية الأفقية. يوم الخميس، الجمعة، السبت هي أيام عطلة نهاية الأسبوع، والكثير يخرج في هذه الأيام للتنزه. ماذا تقول للعوائل الذين يخرجون للتنزهات سواء كان على السواحل أو حتى في البر؟ أستاذ حسين. نعم، يعني أنا أشير أن الرئاسة عندما تمرر معلومات الطقس أو التنبيهات أو التحذيرات على أجواء المملكة تدعو جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات من قبل الجهات المختصة التي تتعامل ميدانيا مع الحالة، خاصة الدفاع المدني وأيضا حرس الحدود لمرتادي البحر وإرشادات المرور لمرتادي الطرق، خاصة منها الطرق السريعة المؤدية ما بين منطقة القصيم والرياض والقصيم ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة التي تشهد يعني إثارة للأتربة وانخفاض ملحوظ في الرؤية. أنا أريد أيضا أن أؤكد أن الرئاسة أيضا أوضحت أن نهاية يوم السبت القادم سوف تدخل علينا كتلة هوائية باردة تساهم في انخفاض معدلات درجات الحرارة بشكل ملموس، في متوسطها تصل ما بين 5 إلى 7 درجات مئوية. نعم، أين سوف تتركز الكتلة الباردة هذه؟ في أي مناطق تحديدا؟ تبدأ بالمنطقة الشمالية الشرقية والوسطى، ثم تتجه إلى منطقة مكة المكرمة. نعم. وتساهم بانخفاض معدلات درجة الحرارة، ولذا يعني الراغبين يعني الانتقال أو الرحلات البرية عليهم أخذ الحيطة والحذر. نعم. والانتباه واتباع الإرشادات في هذا الجانب. نعم، أشكرك على كل هذه المعلومات، نتمنى السلامة بالتأكيد للجميع. المتحدث باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الأستاذ حسين القحطاني، شكرا جزيلا لك.